مشروع برنامج تأهيل كرة القدم الوطنية للنواب المحترمين المصطفى سقادي، دريش طيبي، عبد الجليل بوقطاسة، محمد عبيد وقاسم الصديق من فريق الاشتراكي. سي بوقطاسة لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب، السيد الوزير المحترم، سؤالنا وجهناه للسيد الوزير الأول يتعلق بعقد البرنامج الخاص بتأهيل كرة القدم الوطنية واللي تم التوقيع عليه أمس الثلاثاء 7 يونيو، واللي بالموجب ديالو غادي تخصص 280 مليون لهذه العملية هذه موزعة على 5 سنوات، بالإضافة إلى بناء مجموعة من الملاعب المعشى والشباب العشب الاصطناعي في أفق، الوصول إلى 1000 ملعب سنة 2010، وهي السنة اللي كينوي المغرب إن شاء الله ونتمناو له ذلك ينظم البطولة أو الكأس إفريقيا للأمم. السيد الوزير، ربما نحن نعتقد على أن هذا التوقيع على هذا العقد أو على هذا البرنامج هو سابق لأوانه، من جهة لأن كنا ننتظر من السيد الوزير الأول أن يعرض البرنامج ديالو، استراتيجيته والسياسة الجديدة التي التزم بها أمس في هذا المجال، الشيء الذي لم يحدث. ثانيا السيد الوزير، كنا ننتظر أن الوزير الأول يعطينا الكشوفات والمحاسبة ديال الجامعات الملكية الوطنية فين مشات الفلوس اللي كتنفق على هذا القطاع. ثالثا، إن تأهيل رياضة كرة القدم بالمغرب يجب أن يمر في نظرنا من مسألتين أساسيتين. أولا، يجب دمقراطة الجامعات الملكية. ثانيا، خصنا واحد السياسة رياضية واضحة المعالم ويصادق عليها البرلمان، ماشي الجامعات هي اللي توضعها، لأن هذه سياسة ديال الحكومة. مازال ما وصلناش للمستوى أن الجامعات تقوم بهذه المهمة هذه. ثالثا، أن هذا البرنامج التأهيلي كذلك كان يجب أن يمر عبر تأهيل الملاعب الرياضية في إطار سياسة القرب في الأحياء المهمشة والمقصات في العالم القروي، كذلك تأهيل الفرق الصغيرة التي تعاني من الضائقة المالية في الأقسام الصغيرة، واللي هي اللي مطالبة بتطوير رياضة ديال كرة القدم. والشيء اللي كنلاحظوا هو أنه ما عندناش واحد النوع من الاستقرار، الاستقرار الإيجابي ماشي الاستقرار السلبي، أن كاين فروق كتطلع وكتنهار كتطلع وكتنهار، وأن نفس الفروق هي اللي كتحقق كتفوز بالبطولات، أما الفروق الأخرى فهي تتأرجح ما بين الصعود والنزول نظرا للضائقة المالية ونظرا كذلك لغياب بعض التشريعات القانونية اللي من أجلها أنها تضبط العلاقة ما بين الفرق وما بين الجامعات الملكية. وأن العملية أعتقد على أنها باش تكون ناجحة يجب أن تتم في إطار شراكة، ومن كنقولوا شراكة أنه يتم إدماج مجموعة من الشباب المعطل ذو كفاءات عالية في المجال التقني وكذلك في المجال ديال إنشاء المقاولات من أجل المساهمة في تأهيل هذه الملاعب التي نتمنى أن تتحقق في إطار هذا البرنامج اللي كما قلت عندنا عليه مجموعة من الملاحظات. وشكرا. شكرا الكلمة السيد كاتب الدولة المحترم. السيدات والسادة النواب المحترمون، السيد النائب المحترم عبد الجليل بوقطاسة، سؤالكم اللي هو مختلف عن السؤال الذي توصلت به، أعطيتكم فيه تفاصيل ووصف للوضع ديال كرة القدم والرياضة عموما في المغرب. هذا الوصف حنا متفقين على جزء كبير منه وغالبا ما تناقشنا داخل البرلمان وخارج البرلمان حول هذا الموضوع. العقد البرنامج مع الجامعة الملكية لكرة القدم جاء ليجيب على هذه الوضعية، قضية إصلاح الرياضة وإصلاح كرة القدم وإصلاح الجامعات والشفافية والتدبير المالي وإعطاء حظوظ للفرق الصغرى وللأندية الصغرى وللأندية الكبرى، خلق مراكز للتكوين، تأهيل البشري، العناية بالبنيات التحتية، تأهيل المغرب
بمراكز التكوين وبالملاعب من اجل التدريب وبملاعب القرب اللي هي في البرنامج، ماشي الالف اللي عاد غادي تنجز، هذيك الالف تنجزات موجوده هي اللي عندنا في برنامج الرياضه للجميع واللي طلعتوا عليه واللي كان لنا فيه نقاش الان. ما اريد ان اقول من كل هذا هو ان هذه المساله ديال الرياضه هي مطلب شعبي. هذه السنه اللي مضات شهدنا حدثين متميزين. الحدث الاول هو التفاف المغاربه بمؤسساتهم وجماهيرهم حول ترشيح المغرب لاحتضان كاس العالم، ولاحظتم الحماس الوطني الكبير الشعبي حول هذه القضيه، ولاحظتم كيف خرج المغاربة أيضا مناسبة نهائيات كأس إفريقيا لكي يحتفوا بفريقهم الوطني وبالعالم الوطني وبالقيم الوطنية. لذلك الرياضة شأن اجتماعي شعبي، ونحن جئنا، هذه أول مرة حكومة مغربية ترد بجواب حقيقي ملموس حول هذه المطالب الموجودة عند النخبة وعند الممارسين وعند المسؤولين السياسيين وعند النواب، جواب ملموس. شنو فحوى هذا الجواب؟ عوض أن نبقى نتباكى حول وضعية الرياضة ونصف 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 ونحن متفقون في العديد من الأوصاف، جئنا وقلنا لهاد الناس لكم برنامج سنهيئه جميعا لمدة 4 أو 5 سنوات، سوف تصاحب الدولة بمجهود مالي كبير عملية المرور إلى الاحتراف، وتتعهد الجامعة بأنه بعد ذلك بالاحتضان بالاستشهار بالإمكانيات التي سوف توظفها وبالديناميكية الجديدة التي سوف تخلقها بأن الرياضة بأن كرة القدم المغربية سوف تدخل ميدان الاحتراف وسوف لن تعود يعني تكلف الدولة الأموال التي تعرفون كيف يعني تمت النتائج من خلالها، أحيانا طيبة وأحيانا سيئة إلى غير ذلك. المسألة الأخرى هو أن هذه فقط تجربة، يعني نحن نخوض تجربة مع الجامعة الملكية لكرة القدم، والسيد الوزير الأول وعد بأن كل جامعة تعهدت بأن تسير في نفس الاتجاه سوف تساعد. نحن نرى في الحكومة والسيد الوزير الأول يرى بأن هذا الأسلوب الملموس الحقيقي لكي نجيب على العديد من الأسئلة التي طرحتموها سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. شكراً.